جوهري يونس عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب، تخوض اليوم حركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب إضرابا لمدة 48 ساعة مرفوق باعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة. تأتي هذه المحطة النضالية الاحتجاجية تتم لمسلسل تصعيدي تخوضه الحركة لكون وزارة الصحة أغلقت باب الحوار مع فئة الممرضين. المطالب التي جئنا لنحتج من أجلها هي مطالب يمكن تلخيصها في 6 مطالب أساسية. المطلب الأول والأساسي هو مطلب إخراج هيئة وطنية للممرضين وتقني الصحة بطبيعة الحال لسد العشوائية التي تطبع ممارسة هذه المهنة خصوصا بالقطاع الخاص، حيث نجد أن هناك أشخاص يزاولون مهنة التمريض ولا يتوفرون على شروط المزاولة وبالتالي يهددون سلامة صحة المواطن. كذلك نطالب إخراج النصوص التنظيمية لهذه المهنة لأن الممرض المغربي لا يعلم أين متى وأين تنتهي أعماله. هناك تداخل ما بين الأعمال التي يقوم بها الممرض مع فئات أخرى تزاول معنا في القطاع، وبالتالي يجد الممرض المغربي عرضة للمتابعات القضائية بين مسطرة القانون الجنائي في مسألة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وأيضا بين الفرق القانوني في امتحال صفة مثلا صفة فئة أخرى من مهني القطاع. كذلك جئنا لنحتج على مسألة التمييز الذي يطال الممرض المغربي في مسألة التعويض على الخطر المهني، حيث نطالب بإنصافنا في التعويض على الخطر المهني. الإنصاف يعني أنه نستنكر هذا التباين في يعني المقدار التعويض على الخطر المهني التي تتلقاه، التباين الموجود ما بين فئات مقدمي العلاجات. لأن تبناتي عضو لجنة الإعلام والتواصل لحركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب. اليوم كتخوض حركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب إضراب وطني عام لمدة 48 ساعة بجميع الأقسام المراكز الاستشفائية بالمملكة باستثناء المستعجلات والإنعاش. كيجي هذا الإضراب الوطني اللي هو مصحوب باعتصام تنفيذ المضامين البيان الوطني لحركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب بتأطير من مجموعة من النقابات الأكثر تمثيلية، وذلك نظرا لإغلاق باب الحوار من طرف وزارة الصحة اللي كترفض بشكل تام أنها تفتح الحوار مع الحركة وتتمادى في نهجها لسياسة الآذان الصماء تجاه الحركة. كنطالب وزير الصحة بالتدخل العاجل للبت في مطالب الحركة اللي كنعتبروها مطالب جد مشروعة وعاجلة، وكذلك لتنفيذ مضامين الخطاب الملكي الأخير اللي تيدعو لفتح الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعي.